مبروك الفيلم الجديد. كلمنا بقى عن تحضيراته. والله تحضيراته احنا الحمد لله يمكن حضرنا الفيلم في سنتين فاخدنا وقتنا فيه شويه، فيا رب باذن الله تعبنا ومجهودنا في تحضيره وتصويره وتمثيله يعجب الناس يا رب، ويا رب ان شاء الله يعني متفائلين خير. شو الناس دي مع احمد الفيشاوي واسماء ابو لسيد تقول عنها ايه والكواليس بينكم كانت عامله ازاي؟ انت بتزعق لي يا عم تسمعني. دول اخواتي وحبايبي، ويا رب نكون نجحنا ان احنا يعني نقدم للناس حاجة حلوة، لأن احنا كنا شايفين الحاجة دي حلوة، فيا رب بإذن الله نكون قدمناها زي ما شفناها كده، وبإذن الله يا رب طمنا بقى على صحتك ما تبقاش آخر حاجة. طمنا بقى على صحتك. طمنا على صحتك. عايز تعرف خلاصتك عند جمهورك. ربنا يخليكم. والله أنا عرفت بدعوات الناس اللي أنا مبسوط بيها قوي. أنا بجد مش عارف أقول إيه الكلام في الحتة دي بجد، لأني أنا نفسي اتفاجئت. يعني أنا اتخضيت، كنت معقولة الناس كل الناس دي بتحبني؟ الحمد لله يا رب، يا رب دايما نعمة يا رب. والله كنت مبسوط جدا. بس خسيت فين يلوك عامله؟ ايه رايك؟ الشعر اللي طلعت يا توتا ان انت في فقدت النطق في وقت معين. كل الناس عارفة محمد رضا في 30 يوم في السجن يا رب. باليس كمان كانت تجربة ممتعة قوي الحمد لله. خطوة لما جالك الفيلم ايه اللي كسبك للشخصية؟ شقية يعني سوسه كده. اسمه في الحياه يعني الى حد ما، بس مش زي هنا خالص والله. هنكتشف انه لا هنا شقيه. هنا بتعرف توصل اللي هي عايزاه يمكن بطرق ملتويه كتير. يعني مش عارف، ذكيه جدا ساعات كده يعني. الشيء ده هو سبب الفيلم؟ لا خالص، لا الجرح ده ما كانش في تصوير الفيلم خالص. انا كنت خلصت تصوير خلاص، ويعني حدث مغفل كده في الحمام فوقعت. الحمد لله. انا بحب توتا جدا صراحه، يعني فنان جميل وانسان جميل، وربنا يوفقه دايما يا رب. الكواليس كانت في الفيلم عامله حلوه جدا في شاوي والكلام ده من القرايه واحنا بنضحك اصلا، فيا رب يعجبكم برده وتضحكوا انتوا كمان ان شاء الله. بتحضري ايه يا اسماء؟ لا يعني دعواتكم بحضر، بس هعلن عنها اول ما نقول بسم الله. لو معاكي دعوه عامه هدعي مين؟ السؤال ده هدعي كل الناس اللي بحبها. هخليها دعوه عامه. لو دعوه هتدعي مين؟ مش دعوه لربنا، هتدعي. هقول يا رب يفرح الناس كلها يا رب. زي ما انتوا بعد ما هو صورك على طول. بس بقى اهو. ماشي هنا بقى هنا. يلا يا شو. قول له لوحدك.